بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. عليك محمد جميل يا سيدنا، جمال من وصل الجميع. ده تاني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا السرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف مكانه. إنا
عزيز عين يا شيخ محمد. الله يبارك فيك. عمرك عزيز عين يا شيخ محمد. الله يبارك فيك يا حبيبي. حلو والله. الله الرقم اللي سمعناه في اخر الايه عايزين من الاول. طيب تعليق. الله الله الله. كلنا نفسي يروح بلد مش انت بقى. حاضر. ايوه منور يا شيخ. كده لو نعم يا سيدي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. محمد فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. معلش بقى في مقام تاني بتاع الغلاء يا ابن انت. فلما استيأسوا منه خلصوا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي you.
أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يا عيني يا ابني الله. فلن أبرح الأرض حتى ارجعوا إلى أبيكم فلن أبرق الأرض حتى ضيف تعليق معلش عشان محبينك ضيف تعليق ضيف تعليق يا شيخ الله اكبر ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا فقولوا يا
كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر صبر جميل. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فصبر جميل فصبر جميل يا أخي فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها صادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عليك. طوالي يا رب يا رب ربنا يكرمك في الدارين يا شيخ ايوب يا رب. الله يا حبيب الله نورت مصر كلها يا شيخ ايوب. نعم صبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر فصبر جميل فصبر جميل عسى إنه هو العليم الحكيم. فصبر جميل. والله معلش هذا أربع مقامات بتاع فصبر جميل مع العالم الحكيم. فصبر جميل. أيوه عمران كده أبو عمران كده. فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى حاجة غيرها نطلع منين على الفجر وتبيت عندنا وبعد كده تتكلم الله بس يشرفنا حد يمسك هنا عشان عظمة كبيرة هذا بلبل يغرد قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله لا
سمعناش في رمضان طبعا شيخ ايوب سمعناش في رمضان هنا طليقا طيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغرد كالطير اين اندفعت وتجدو بما شاء وحي الاله صلى على الحبيب يا ابو بهاء الا يا عاشق القران اني رايتك عاشقا للإديوكيشن تلم بكل السنه البرايا وتفهمها بغير ترانزليشن الله صلى على الحبيب الله الله انه هو العليم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين كنت راح حارب من مصر البريطانيا وقبض عليك ترجع بس ضيف تعليك يا سيدي ضيف تعليك يا شيخ ايوب يا محترم يا جميل قالوا تالله تفتح تكون يوسف حتى تكون حرضا او تكون فمن هم العقلاء إن قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء حماك الله يا خير قارئ بصوت يسعد من الأرض إلى السماء قد من الله عليك بصوت أفض علينا بصوتك ورتل القرآن ترتيلا فأنت يوم القيامة في الجنة مع القراء ونحن على مأدبة المستمعين صلى على الحبيب
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. القارئ الكبير اختلسنا وسرقنا على حين غفلة. صدق القارئ الإذاعي الكريم لتشتاق الأنفس لسماعه مرة أخرى عبر هذه الليلة الكريمة. ولولا أن آل ثابت هم أهل فضل ما جمعوا بين عمالقة التلاوة في ليلة واحدة، فضيلة مولانا القارئ الإذاعي الكبير محمد أيوب عاصف البريطاني، فقد شرفنا فضيلة مولانا الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني من خلال تلاوة قرآنية مباركة هي أولى فقرات هذا الحفل الكريم الذي يقام أمام ديوان آل ثابت بقلندول مركز ملوي محافظة المنيا.